صوت العرب من القاهرة. بدون أدوية، معلومة طبية ووصفة صحية للأسرة العربية، روشتة مجانية لعيشة هنية. روشتة مع الدكتور وائل صفوت وسعدية حسين. كل يوم معلومة جديدة وإضافة جديدة لحياتنا في شكل روشتة مجانية. روشتة بنقدمها لحضراتكم عشان نحمي نفسنا من أمراض كتير، وعشان نقلل المضاعفات والمخاطر لو عندنا أي أمراض أو مشاكل صحية. يسعدنا أن احنا نرحب بدكتورة سوسن أرماضي، مدير عام جمعية أصدقاء مرضى السرطان بدولة الإمارات العربية المتحدة. صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير وشكرا دكتور وائل على الاستضافة. مهم نعرف ايه طرق الاكتشاف لمرض السرطان، يعني هل في تحاليل؟ في ناس بتتكلم على تحاليل جينية للاستعداد، في ناس بتتكلم على فحوص دورية ممكن تتعمل، في ناس بتتكلم على حاجة بتبين الاستعداد بصفة عامة غير الجينات، يعني اللي هو دلالات الأورام. الخطوات تتعمل ازاي سواء بقى سرطان بصفة عامة او سرطان الثدي بصفة خاصة؟ الفحص الدوري مهم، يعني هذا الفحص الدوري بصورة عامة، احنا ما نتكلم فقط على السرطان، بصورة عامة ضروري ان يكون بروتين حياة الانسان، ان سنويا يكون انا عندي روتين ان انا اعمل فحوصات دورية اتأكد فيها طبعا ان كل حاجة مضبوطة. صحيح في العديد الحين من يمكن المؤسسات والشركات بتتكلم وحتى الافراد بتكلموا عن موضوع الفحص الجيني لمعرفة قابلية مثلا انا قابليتي كإنسان أو كجسمي لحدوث أورام. أنا ما أؤمن بهذه الفحوصات لسببين في الحقيقة. السبب الأول أن لازم يكون، وحتى هذه من ناحية الأخلاقية في أخلاقيات الطب وموجودة طبعا برا في الدول الغربية، لما الشخص يعمل الفحوصات هذه لازم يكون في نوع من الكونسلينج أو الاستشارة النفسية، لازم يكون في حد يقعد مع الشخص يفهمه ما معنى هذه النتائج، يفهمه أن هذه النتائج يعني بتعطي دلالة ولكن مش أكيد، ولا تعطي 100% أن أكيد هذا الشخص هيصير في هذا المرض بأي طبعا أي مرض إن كان، مش فقط سرطان لأن في أمراض كثير مرتبطة جينيا. وأيضا بعد هذا قبل الفحص، وأيضا بعد الفحص لازم يكون في تفسير شامل لنتائج الفحص، يعني ما يكون فقط أخذ الفحص وانتهى، لا يمكن أنا أستدل بهذا في قصة حصلت لنا إحنا، يعني شخصيا حصلت لي قصة في سيدة كانت تتصل وبإلحاح أن هي عاوزة أن إحنا نساعدها كجمعية، وأن هي خلاص وعندها سرطان ولازم تعمل العملية ولا حتموت، وطبعا يعني كان إلحاح. فأنا طبعا إحنا عندنا طبعا بروسس معين، خبرناها يا أختي طيب فين التقرير اللي يثبت أن أنت عندك سرطان؟ قدمت تقرير الفحص الجيني الذي لا يدل على أي شيء. فللأسف السيدة راحت عمل الفحص الجيني وطلع النتيجة وما حدش عمل لها أو فهمها شنو معنى الفحص الجيني، وكان عندها جينات، كان عندها واحد من الجينات اللي مرتبط بسرطان الثدي، والسيدة خلاص فهمت أن هي عندها سرطان ثدي. فللأسف عدم وجود، لازم يكون في ثقافة ولازم يكون، وها طبعا أخلاقيا أخلاقيات الطب تلزم أي شركة أو أي عيادة أو أي أو مستشفى خاص أو أي مستشفى يعمل هذه الفحوصات الجينية قبل اللي هو للناس السليمة، قبل ما يكون عندها سرطان يلزمها أخلاقيا أن هي لازم توفر لهم استشارة نفسية، استشارات طبية صحيحة قبل الفحص وبعد الفحص. الفحوص الجينية اللي بتتعمل للورم نفسه بعد ما يتم اكتشافه هذا مهم، لأن هذه من كمل الحاجات الجديدة اللي طبعا ومن العلاجات الجديدة أن يربط العلاج بالفحص الجيني، وده بعد اكتشاف المرض، يعني هذا أكيد مهم وضروري ومن أساسيات دلوقتي طبعا العلاج لأي مريضة سرطان ثدي. أنا يمكن تكلمت أكثر مرة تكلمت عن نفس الموضوع، فيتامين دال كثير مهم أن إحنا ناخذ بالنا من حكاية فيتامين دال هذه، وأن إحنا نعمل تشيك أب عليه ونتأكد أن الفيتامين فيه طبعا دائما طبيعي، ممكن ناخذ طبعا سبليمنتس أو مكملات غذائية أن إحنا طبعا نتأكد، بس لازم نفحص، يعني لازم يكون عندنا عشان نعرف كم الليفل أو كم نسبة فيتامين دال. شكرا جزيلا. ياريت نكون أضفنا لحضراتكم ولحياتكم طعم جديد، طعم متلون بالبهجة والعافية والصحة. ولو عندكم أي أسئلة أو اقتراحات أو معلومات ابعتوها على صفحة روشتة على الفيسبوك أو تتصلوا برقم 011-0-8-2-0-2-4.
روشتة مجانية لعيشة هنية. روشتة مع الدكتور وائل صفوت وسعدية حسين.